لأول مرة يظهر في ملعب التتش النهاردة لاعب الناس مستنياه. حضر التمرين، اتفرج على التمرين، واضح جدا سعادته بوجوده في النادي الأهلي. النجم المغربي الكبير بدر بنون، ده كابتن سيد عبد الحفيظ مع بدر بنون اللي انسجم مع زمايله. دي اللقطة اللي بتعكس لكم روح النادي الأهلي، وكل لعيب يجي النادي الأهلي يقول لك حسيت إن أنا مش غريب على الفرقة، حسيت إن أنا كنت هنا من فترة طويلة. الكل بيستقبله بحفاوة، الكل وهتلاقوا أكتر ناس بترحب ببدر بنون لو اللقطة اللي قبل دي رامي ربيعة وبقية المدافعين. دي روح النادي الأهلي، ده اللعيب اللي جاي يلعب معاهم في نفس المركز، ده اللي الناس تعتقد إن هو هياخد منهم، لكن هي دي روح النادي الأهلي. سعد منتظم في التدريبات بقاله يومين، محمود متولي ان شاء الله تعالى هو ومحمد محمود يرجعوا تباعا بعد استكمال المراحل العلاجيه، لكن بقول لكم سعد سمير وهو في التمرين، رامي ربيعه وهو في التمرين، شوفوا استقبالهم لبدر بنون اللاعب اللي هيشارك معاهم في نفس المركز، سعداء بيه، بيرحبوا بيه. هي دي روح النادي الاهلي.